يعني التجنيد الإجباري هو كاين في جميع الدول العالم والدول الديمقراطية، لكن التوقيت ديالو والسياق ديالو فقط هو اللي جعلنا كنقولوا أنه ربما هو نوع من رد الفعل ديال السلطة على الشباب اللي هما الآن عاملين ثورة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولو كيتكلموا بدون تحفظات وكيعبروا على مواقفهم وكيحاسبوا المسؤولين والحكام بشكل واضح. وكنعتقد بأنه خاص يتطلق نقاش عمومي، لأنه لا يعقل أن واحد القانون يجي نازل من الفوق وينزل على الحكومة اللي هي براسها ما عارفه شنو فيه ويدوز مباشره للتفعيل. لا، خاصنا نقاش عمومي حول هذا القانون، وفي هذا النقاش العمومي غادي تعرف انه الاهميه ديال التجنيد الاجباري وشكون اللي غيمشي ليه. غيمشيو ليه جميع الشباب، ماشي ابناء المحظوظين يتسناو ويمشيو ابناء الفقراء مثلا. فرنسا هضروا الناس على التجنيد الاجباري وطلقوا نقاش عمومي، كذلك المغرب. احنا هاد المساله اللي بغينا ما كنشككوش في التجنيد الاجباري من حيث المبدا، لانه كاين في جميع الدول.